من امبارح وحتى النهارده النادي الاهلي مسيطر على كم كبير جدا من التغريدات على موقع تويتر هاشتاج الاهلي اكتر من 138000 أه ده ده قبل الهوا على طول بقى 143 ألف تغريده كاس العالم للانديه اكتر من 41 ألف تغريده أه حسين الشحات أه حمدي فتحي أه بيرسي تاو محمد هاني لعيبه كتير جدا الحقيقه اسميهم موجوده في قائمه الترندنج من امبارح وحتى النهارده وعلى محرك البحث جوجل الاهتمام ما كانش بعيد الحقيقه بس من زاويه تانية بعد ما النادي الاهلي امبارح فاز على نادي اوكلاند سيتي وتاهل للدور القادم بكاس العالم للانديه المقام بالمغرب المارد الاحمر هيلتقي بفريق سياتل الامريكي سياتل ساندرز يوم السبت القادم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وبالتالي على محرك البحث جوجل كانت ناس كتير بتبحث عن فريق سياتل الامريكي مين هو قوي ولا مش قوي موقفه ايه ملخص هذا النادي سياتل ساوندرز آه، هذا النادي فاز بكاس الدوري الامريكي اللي هو ام اس في موسمه الاول وترشح للمرحلة الثانية في من الدوري الكبير لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية. سياتل ساوندرز آه، توج بلقب دوري ابطال الكونكاكاف بعد ما تغلب على بوماس اونام المكسيكي بالنتيجه 3 0 ده كان في المباراه النهائيه، وبالتالي من خلال فوزه بهذه البطوله او بهذا الدوري الصحف قالت انه انهى هيمنه الفرق المكسيكيه على هذه البطوله واصبح اول فريق من الدوري الامريكي يتوج بلقب هذه البطوله اللي يعني كانت بدات من سنه 2008 فهو توج بلقب هذه البطوله العام الماضي اللي هو موسم 2021 2022 ده ملخص هذا الفريق فريق مش قليل لكن الاهلي مش قليل خالص الاهلي جامد الاهلي قوي الاهلي ان شاء الله كمان يتغلب على سياتل ساوندرز في مباراته يوم السبت القادم ويسعدنا بمباراه بمباراه ممتعه ويسعدنا بالتاهل للدور التالي اللي مع على ما اظن لو فاز في المباراه اللي جايه ان شاء الله تبقى المواجهه اللي بعدها قويه جدا مع ريال مدريد الاسباني